حديثك عن الشباب، كريتشوفياك لاعب الشباب اللي سجل هدفين صاروخيه امام في المباراه الماضيه، يتحدث مع زميلنا محمد التويجري. صحيح ان الشوط الاول ما كان، مش الشباب ما برز في الشوط الاول، لكن الفيحة كان صعب علينا المباراه، ان الفيحة فريق منظم، لكن في الشوط الثاني برزت هويه فريق الشباب وبرزت شخصيته، وهذا يبين على في مجموعه متلاحمه وفي مجموعه فيها انسجام وفي عائله واحده. صحيح ان انا ما اقدر اتكلم لك على الشباب الموسم الماضي، لكن الموسم هذا اشوف ان فريق الشباب عنده طموح، وعنده طموح عالي وسقف طموحه انه يفوز في الدوري، ولكن هذا لسه بدري. لكن لدينا لاعبين محترفين، لدينا مدرب جيد جدا ويمتلك خبره، ولدينا اداره جيده، كل الظروف تسمح لنا ان نواصل في سكه الانتصارات ونفوز بالدوري السنه هذه. لا والله ما، مش عشان التمارين، احنا دائما نتمرن التسديد على المرمى، لكن ممكن السر هو رحت لبولندا وقضيت اسبوع هناك وجيت سجل هدفين، الحين لازم اروح مره ثانيه لبولندا ارجع عشان ارجع بنفسيات مرتفعه عشان اسجل. دونك سافي دير كو يفو كو جو روتورن بلو سوفون على ميزون. الشباب ان شاء الله متصدر 15 نقطه. اللهم لك الحمد. يشدون حيلهم يوقفون معنا ومع ابو الوليد والجاي افضل ان شاء الله يا رب.